داروا هاتريك الكراغيلا اعتداء بالجملة على فريق اتحاد المنستيري التونسي ما وقع يوم امس في مباراة مولودية الجزائر. واتحاد المنستيري وصمت عار في جبيل الكراغيلا، تكرفصوا على الحكام، تكرفصوا على اللاعبين ديال اتحاد المنستيري، على الطاقم التقني، على الجماهير، على المدرب، كل شيء تسلخ البارح. حتى من الجيش الجزائري اقوى جيش في المنطقة تا هو كلا العصا، خربوا الملعب واحد الكارثه ما كاين ما نقول لك. والاشكال هو ما وقع في ارضيه الميدان وتكملت المباراه عاديه كان شيئا لم يكن، الغاز المسالة بن عمي وفي ارضيه الميدان واللاعبين كانوا عايجيفوا واحد الكارثه وكملوا المباراه بشكل عادي. الحكم حبس واحد شويه بيد ما طفاو داكشي وكذا وهادي وكملوا المباراه كان شيئا لم يحدث. الغاز في ارضيه الميدان، اي الغاز في ارضيه الميدان. انت شوف معايا هادشي راه ماشي سالات المباراه، راه غير حبسوا بيد ما طفاو داكشي ولاو كملوا المباراه بشكل عادي. انا اللي بغيت نفهم داكشي كامل، دوك الناس كاملين اللي كاينه تما شنو الدور ديالهم؟ كلشي داخل الملعب فوضى عارمه وتكملت المباراه واخا الغاز مزيل الدموع جما وزافي طفاو داكشي وحايد عليا وكانوا كيبكيو علينا. قالك لا هما اللي خصهم ينظموا كاس افريقيا وينظموا كاس العالم وهما حتى مباراه ما قدرتيش تنظمها. اقوى جيش في المنطقه اهرب، صلخوه للجمهور وهرسوا الكراسي والملعب باقي جديد، خربوه ياري مع من عايشين ومع من مجاورنا ناري. ها اقوى جيش في المنطقه كياكل العصا، قال خصهم ينظموا كاس افريقيا. الله يمسخكم. وهذه راه المباراة لعابة زعما كأن شيئا لم يحدث، جالسين يخربوا في الملعب ديالهم ومنوضنها مع أقوى جيش في المنطقة والمباراة خدامة والكراسة كيتشايروا، الحكم ما واش ما بقى فيا الفريق التونسي مسكين كلا العصا، المدرب شبعوا فيه التصرفيق، اللاعبين شبعوا فيهم التصرفيق، إيوا ما
عندك ما دير اودي تشوسي هذا احبابكم وصافي اش تشوف السالو جاتو مع ديال العصا نهار خرجنا هضرنا مع قيس السعيس بقيتو تقولوا لنا لا هذوك حبابنا هذوك صحابنا الجزائر الاخت الكبرى ديالنا واش قاعد قرقبوا عليك سوار الربح يلاه اش قاعد الله ما كاينه عاد تمرمعك شو المدرب ديالهم كان عيبكي درك حشومه عليهم مع سلا الشوط الاول شنو كيعطيونا داك دخلونا الفيستير عاد تمرمعك عاد تمرمعك قالوا لنا والله لا ربحتوا اسمع شنو قال المدرب ترنين عملنا دوزون ترنين في باتي في باتي نهار الأولاني وعدونا نهار الثاني باش يعطيونا تيران آخر نترنيو فيه أوكي عاودت البطحة أخرى تكرر اليوم خرجنا من لوتين الستة غير درجين نخلطوا لتيران سبعة ودرج ساعة وربع بيعطين معانا كربة حق مع دونا وسط الجمهور متاعنا ما عندكش فكرة السبين والضرب والحجر والكار اللي عملوا كنا تعداد مثال لاباس كوتش وبعد في الميتون شو صار؟ الميتون عدينا ميتون نورمال فما ربي لعبنا عدينا ميتون نورمال ما راعنا داخلين البيستريت هنا معنا بالبونية والكف شواريك برمي ميتون عليه هذا الكل رايكم ماتشكور برمي ميتون وفيه عودنا خرجنا نفس القصة يضرب القردية ايدي يضرب القردية بونية الاخر يميك البوشة عليش هذا الكل هذه كورة عاش نحكي لتكتيك لوين طيب المسياني لعب في تونس جاني قال لي ديزولي كوتش راهو اليوم ما كومش باش تربحوا يلزم قبل ما نموتوا نحنا يلزم تصير هكاي علاش اش مسلنا نحكيو على كورة اسمعتي شنو قال له جعدوا لعاب جزائري كيعرف المدرب قال له شوف والله لا ربحتوا وقال له والله لا ربحتوا قال له لا مشي جوج ربحتوا راه يصرخونا كنا عايشركوا الحلالي مع الحرامي قالوا احنا ما عندناش داك الشيء ديال الروح الرياضيه ونجيبوها على دراعنا ولا والو عندنا على الهامج الفوق احنا رابحين شنو دايرين اما لا خسرنا راه مشكله اوجدوا حناكم التصرفيق وصبروا صافي ما عندكم ما ديروا داك الشيء ديال الروح الرياضيه ونجيبوها بدراعنا لا والو احنا شعب همج لا ما كنعرفوش داك الشيء لا مشي جوج ربحتوا نار لا نتوما لا احنا قالك ما عطاوناش الملعب فين ندربوا خرجونا معطلين من الاوطيل باش داونا الملعب وداونا وسط الجمهور ديالهم قالك حنا غادن والسبان والحجر قاسي يتشاير علينا واحد الحاله ما كاين ما نقول لك سال الشوط الاول ملي خرجنا بالتعادل 0-0 شافوا القضيه حماض دخلونا الفيسير ما كاين عاد تمرمير هذا المدرب اللي عاود حنا ما قلنا والو وشفنا الفيديوهات كيفاش عديتوا عليهم كيفاش كرفصتوا عليهم في الفيستير لا شوف اذا صافي سالي وحنا هاد الكره في افريقيا دابا صافي دابا حنا كل اللي يدير شرايدو فيما يجي عندك شي فريق شدوا ملخو وربحوا صحه صافي داكشي ديال الروح الرياضيه واللي عنده شي دراعه طويله ياكل بها ما كايناش ندخلوا دابا الاساليب ديال الزنقه والجمهور ديال الاتحاد المنستيري ما قالوش اصاحبي وكيبكي بالبكا ياك علاش ملي جاوا عندنا ضايفناهم واستقبلناهم وتهلينا فيهم ملي جينا عندهم شنو دارونا ودو يا حسره راه حبابنا الاخت الكبرى ديالنا الله الا عبروا عليك بالله ملي شبعوا فيك التربيع خويا عملنا معاكم الخير دخلتوا ترشقوا فلاماتكم احنا دخلنا للستاد لخلونا نترشقوا الفلامات لخلونا نتكيفوا الدخان لخلونا نشربوا الماء كل شيء نحاو حسب الله ونعم الوكيل شو صار دارت القلق بدي من قبل مشكلة جمهور الاتحاد يقلقوا فيه قلقوا في جمهور الاتحاد والهيئة المديرة والملاعبية كل قلقوا بين الميتون والميتون ضربوا شوارات ضربوا الهيئة المديرة ضربوا جمهور من فوق في الجزائر تكون معانا معانا كان ربي خلينا معانا ربي معانا ربي معانا ربي جاهز بالتعديل الماتش سنلعب وجاهز في ريموجين مش من طرف الأمن من طرف الجماهير المولدية مش من طرف الأمن معناها هذا ميساج تطلعوا الفيديوهات وكل شيء بالبريف تشوفوا معناها هذا ميساج لدولة التونسية نحن شو لعبت كل شو لعبت كل معنا بتروح قاس شو لعب شو حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل راهو صار برشا كوارث راهم ضرونا تضربنا بالغاز متحلفوا فينا دخلوا الجوالات حبوا يضربوه سي بيسان على الاخر اللي قاعد يصير وضربوا الجوالات يلزم الفيدراسيون بتاعنا تعمل احتراز ولا تشوف حل مع الفيفا مع الكاف تعملوا لنا حاله شوفونا حل راه ما يجيش هذا اللاعب في الافريق دي 2024 راه نوصل شيء هذا راس الجامعة لازم يتحرك فهمتني وتحيا الاتحاد المنستيري وما نقدر خسرنا ديما مستير في العلني وربي يوصلنا القوم الظالمين بعد الماتش وفي الماتش على روحه ضربوا الكاس كلينا على راسنا فهمتش علاش جاوا لتونس ربحناهم وجوهم باهي يعني شو قلك يا راهم مريكلين
جيو احنا نجيب حذاهم يجوا يضيفونا زعما زعما ومن بعد يضيفونا بالكاز ما يجي ما قالوا حتى واحد ما خلو الجمهور ما خلو المدرب ما خلو لعابه كل شيء كلا العصا قلت لك اقوى جيش في المنطقه وكلا العصا الشعب هما جا صح وقال لك عطيهم ينضموا كاس افريقيا يا ودي نضم مع مباراه عاديه مباراه عاديه وغلباتك هو ميساج واضح للتوانسه هادو احبابكم الجزائر الاخت الكبرى ديالكم تكبروا وتنساو ان شاء الله تكبروا وتنساو كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات.